بعد كفاش بقرار منه فتحت البوابات على بركة الله اندفاع لمهارة السنتين في هذه المنافسة على مسافة 1200 متر في الشوط الأول بجزئه الأول ليبدأ الاندفاع على هواي من المسار الخارجي مع وافي الفعايل من المسار الداخلي في هذه الانطلاقة المميزة لمهارة السنتين. متابعين الكرام بدأها سريعاً على هواي ابن بلغرافيا يتقدم في المركز الأول يتابع وافي الفعايل في المركز الثاني في حضور أيضا لبقية الأسماء ربما حجر في هذه الأثناء يأتي البحور أيضا للمركز الثالث فيما على هواي ينطلق بقوة للمركز الأول وافي الفعايل في المتابعة وأيضا البحور. إذن ما شاء الله تبارك الله على هواي ابن بلغرافيا هل يواصل أم يأتي وافي الفعايل الذي يأتي للمركز الأول الآن وافي الفعايل ابن يوتيبيا يتقدم بقوة ما شاء الله تبارك الله في حضور مميز في حضوره الثاني يسجل الانتصار الأول.